السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع المشتركات والمتتبعات الوفيات. أنا مش مشتركة بالنسبة للزواج جدد، نقول لهم دير اشتراك ودير تفعيل الجرس باه دائما يوصلكم الجديد. الفيديو تاع اليوم دائما مع المشاريع المصغرة، مشروع مربح 100% بمناسبة دخول الشتاء، يعني هذا مشروع ماشي مضمون. يعني شنو نحتاجو؟ نحتاجو هنا سوا بيزو بيزو ولا بالقطيفة، يعني لكم الاختيار. شريت انا لونين، ومن الاحسن تشرو الوان مختلفة، ما تحدوش لون واحد. شيت في هذا اللون، دير 40 ألف للمتر، هذه شابة، دير 40 ألف للمتر. شريت انا 20 ألف نصف متر، وشيت نصف متر في اللون الاسود. هادو نحتاج، هادو انا عندي مقبل، هادو قلت لكم سقسيتوني بزاف 30 ألف 8 تاع لي بيس. نستحقوا لاستيك هاد العريض 2 متر ونصف، عفوا 2 سنتيم ونصف، هذا يدير في بعض المناطق 3 ميل للمتر، وكاين انا شيته 4 ميل للمتر. نروحوا الى طريقه العمل. شوفوا اللون موش يبان غايه، هذا جاي شغل غوز باتي، لون شباب. حاولوا تختاروا الالوان تلعب دور، اختاروا الوان شابه. عندنا نصف متر، شوفوا انا نستحق القطعه فيها 40 سنتيم على 30 سنتيم. نجيو من جهه 50 سنتيم، نعينو 40 سنتيم، هذه 10 سنتيم اللي تبقى لنا نستحقوها، هذه 10 سنتيم هاي تبان هكا، هذه 10 سنتيم اللي تبقى نستحقوها. نقطع منها 40 سنتيم ومنها 30 سنتيم، هذا النصف متر اللي شيته انا. ويجي الاستيك من الجهه، نتوما اي قماش تنجمو تستعملوه، ما غاديش نستحقو قماش اللي يتكسل. انا القطيفه الاستيك بصح كان ما تتكسلش عادي جدا. دوك نقطع القطع 40 سنتيم مع 30 سنتيم. شوفوا انا هنا قطعت ضربه واحده زوج، باين نخدم زوج. ودوك نقطع من الاسود الثاني. هنا هو القماش، انا هذه 50 سنتيم، حتى هذا القماش راه فيه الزياده حوالي يعني 2 سنتيم ولا 3 سنتيم. دوك نروحو نقصو من هذه 50 سنتيم، نقص 10 سنتيم. نسيت ما قلت لكمش على هادو، شوف هادو نستحقو هادو، ولا اللي عندها هادوك تاع المسمار وعندها هذيك الآلة تخدم بيها. انا مازال ما شريتهاش، كي نشريها ان شاء الله حندير لكم عليها فيديو بالنسبه لاصحاب المشاريع المصغره، وهادو اللي يخدموا تصلح يعني مليحه، يعني تفيدكم بزاف. دوك نقطع 10 سنتيم. شوفوا هنا راني قطعت سي بون 30 سنتيم على 40 سنتيم، وخروها بجيه. القطعه اللي بقات لنا 10 سنتيم راح نقص منها، طولها يقعد 30 سنتيم، نفس الطول نفس عرض القطعه الكبيره. انا نستحق 8 سنتيم، راح نقطعها هنايا. قطيفه سيحفوها، روحوا معاها في المقص غير بشويه. لاستيك 15 سنتي، هنا نقطع، هنخدم زوج. دروك نروحو لماكينة الخياطة. شوفو راح نخيط من دروك، خيطو منا 40 سنتيم، هي اللي لقوها 30 سنتيم، تقعد لنا العرض، يعني مش شرط الإلاستيك يكون من ولا من. ثم فصلوا كما فصلت أنا، تخرج لكم أكثر، يعني تربحوا خير، تربحوا البوندانات الزيادة على اللي تفصلوا بالعرض. دوك خيطها هنايا. شوفوا خيطها، ما يهمش اللون، هذه راح تكون من الداخل. نقولوش خيطتي بالاسود، نقلبوها. كنت درت الحديد تاعي يسخن. شوف هاي من الخياطة، شوفوا هذه قطيفة تاع 40 ميل شابة على تاع 35 ميل. نعين المنتصف
ولا بيتانكل. شوف هاد المنتصف الحمد لله هاك انت، هادي حجيني في المنتصف. كنت درت الحداد تاعي يسخن، ديرو نيشان المنتصف، جيبو هادوك هادو. وحدة سقستني اسكو يتباعو بالوحدة، قلتي انا من وهران، انا نقولكم من ولاية غليزان، ما على باليش في وهران وين، سقسي الاخوات بلا كيف يدوك. جو بونس يتباعو بالوحدة، ما ديروهاش هاك يعني الرشمة، ديروها نعين المنتصف. عين المنتصف ديرو فيه، كاين رشمات بزاف تبغو ديروهم اصغر من هكا الاطفال، هم كاينين رشمات تاع اطفال. حطوا ورقة ولا بابي كويسون اللي عندكم، وتروحوا تحدوا هذيك لاكول. هذه درنتها شحال من خطرة معكم في الفيديو، قلنا تقولي ضاغطه شويه باش هذيك لاكول تدوب وتلصق. شوفوا بعد ما لصقت هذوك لي زيستراس ديروهم في الوسط، ديروا الحداد على درجه مرتفعه تاع الحراره، حطوا عليه بابي، شرحوا دوك نديرو سي بون. هذه الا كانت عندكم هذيك كي نقولوا هذيك لاباري اللي قلت لكم تقفل لي بول، ديروا هكا عشوائي، ما كانتش عندكم بالابره والخيط، لكن من الاحسن هذيك، صحاب المشاريع من الاحسن يديروا هذيك. شرح دربك هاد القطعه نطويها على 2، قلنا فيها 8 سنتيم على 30 سنتيم، نطووها ونروح نخيط هكا 1 سنتيم. شوفوا نقلبوا هذيك القطعه اللي خيطناها الاستعانة بالمقص، خرجوها بهذه الطريقة، تروحو تجيبو المساك تكو بيه هاد لاستيك. شوفو راني نفيلمي، دخلني ميساج وحدة تسأل قتلي على كيفاش كينبيعو، اسكو كيفاش زعما نمدو المول الحانوت، بيان سور راح تنقصي، راح مثلا حاجه تبيعيها 10000، انت لو كانت تبيعيها 8000 راه عندك فائده، ما انت بيعيها 8000 هو يبيعها 10000 يدي هذيك 2000، هذا كمثال. اكيد حبيبتي غادي يدي معاك، ما غاديش يحط لك باطل، بصح تاني انتي خدمتك تبيع، المهم انتي تدي فائده. شوفوا هاد الطرف تبتوه هنا تبتوه هنا بالهذا هكا بالايبانكل، ونزيد نتكك حتى نوصل للجهة الثانية تاني بنفس الطريقة، ونخيط فوت بخياطة منه وخياطة من الجهة الثانية باه يقعد عندي لاستيك مثبت. هذه ديروها في الوسط، صاي الشيلات هذه ديروها هنا في الوسط، ما ديروهاش منا ولا منا، طريقة سهلة جدا وما يشدوش نهائيا الوقت. دوك اخبركم نصف متر شحال يقطع لكم باش تعرفوا الفائده تاعكم، فيها فائده ومشروع صدقوني ناجح ناجح بزاف. انا لصقت هاد لي بول من الاحسن هادو، لصقوهم بهذيك لاباري تاعهم، تلصقهم غايه تحسبون تشوفون مشريين من برا. شوفوا كي خيطنا هذاك اللاستيك قلنا الخياطه تجي في الوسط، شوفوا تبعوا غايه هادي، هادي خياطه تشوف للوجه تاع هادي، تشو تحطوها هنا، تشو تحطوها هنا، شوف الخياطه من تحت، الخياطه تشوف للوجه تاع البوندانو بهذه الطريقه. تطبو طويه تجيبو هادي ديروها هنا بالزياده، شوف الزياده هذه اللي تبقى طبوها للاسفل،
ها راح نعاودها معاكم. شوف خياطة من تحت تبلاصوها هنا، تطوي طاوية، يعني تجي حتى للمنتصف. كي تطوي طاوية راح توصل للمنتصف، تجيبو هادي ديروها هنا هنا، تبقى لكم هنا الزيادة. هذيك الزيادة طووها للخلف، صاي مفهومة؟ ثبتها بإيبينك باش ما تروح لكمش. شوف يعني هك الجهة الثانية نفس الشي. هذا هو الشكل النهائي تاع البوندانيت. ها هما انا فلوس هادوك تبلاصوهم بهذيك لا ماشين يجو احسن. انا حنقلعهم بلا ما شريت ونعاود نبلاصيهم بيها. ومشي هادو اللي يجو بالمسمار تاعهم في اللون الاسود كذلك. ها هي شوفوا عندكم قلنا هذا المتر يدير 40 ألف، نصف متر ب 20 ألف يخدم لكم 5 تاع البوندانيت. نصف متر يخدم لكم 5 تاع البوندانيت. لاستيك تستحقوا في النصف متر تستحقوا 75 سنتيم. وهادو لي ستخاس لي تلقات بالحبة، تشري بالحبة تلقيتي هكا ماكش خاسرة فيهم ب 30 ميل. حنا نديرو كعسومة 30 ميل مع 20 ألف تاع كتان، مع 4 ميل تاع لاستيك متر راح ديلكم، ويزيد لكم منها 4 متر، يزيد لكم 15 سنتيم، قلنا 75 سنتيم، راح تعطيكم سلعة تاع 34 ألف. 34 ألف راح تبيعوا الوحدة ب 20 ألف، يعني 20 ميل. 20 ألف راح تكون عندكم 100 ميل، يعني 5 ب 100 ميل، قلنا راس المال 34 ألف راح تكون فائدة تاع 70 ألف. نتوما على حسب المنطقة تقدروا تبيعوهم حتى 25 ألف للبوندانا. أنا خدمت غير زوج زوج لأنه القماش اللي بقى لي راح نديلكم به موديلات واحدة أخرى ومشاريع أخرى. اللي مشي مشتركة تشتركوا دير تفعيل الجرس باه يوصلكم الجديد. مازال مشاريع جديدة وربي يوفق الجميع إن شاء الله. ما تبخلوش علينا بالجيم والكومنتير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.